اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الحسنى والزيادة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والشقاق والنفاق والرياء والسمعة، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وفك أسرنا، واجبر كسرنا، وحرم على النار أجسادنا. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو، واعتصمنا بذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا بركاتك من السماء. اللهم عجل لنا فرجك يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا. اللهم
يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم نور قلوبنا بالإسلام، ونور قلوبنا بالإيمان، ونور قلوبنا بالإسلام، ونور قلوبنا بالإحسان، ونور قلوبنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.